كذلك فإننا نطلب تقديم وفتح ممرات إنسانية للمساعدات الإنسانية مثل لتمرير الاحتياجات الإنسانية مثل الغذاء والدواء وتقديم كذلك المساعدات الإنسانية التي هي مطلوبة للشعب الفلسطيني. كذلك فإننا ندعو الأمم المتحدة لبدء عملية المفاوضات نحو حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. إن المجتمع الدولي لديه واجب ومسؤولية لدعم عملية السلام وإنشاء ظروف مواتية وأوجه الحوار.